سلام عليكم شباب. هو بس بسرعة عشان لو احنا عايزين نحسن من البرفورمانس بتاع السوليد السرعة او يبقى اسرع، فاحنا بندخل بس في الاوبشنز دي من فوق. في كذا حاجة ممكن يعني نغير فيها. فوق كده عندي جنرال، الحاجات دي ممكن نغيرها بالشكل ده. نيجي هنا ريبلد ايرور، ده نخليها برومبت. يعني يعني احنا بس ممكن دي نشيلها خالص. دي من الحاجات اللي ممكن يعني تخلي السوليد أسرع. دي نيفر. نيجي هنا على display style، الاتنين دول نخليهم draft quality، مش لازم high quality يعني، ودي هتحسن معايا الاريا دي. لا مش مشكلة. performance هنشيل الاتنين check دول mark. الكالرز دي احنا بنخلي الفيو background، دي انا بفضل الابيض. يعني انت ممكن تغير الخلفيه بتاعت الشاشه من اي حاجه وتختار من هنا. يعني نخلي نعمل الاختيار دي بس. الاثنين دول بنشيلهم. يعني نيجي على في performance تاني هنا، نخلي ده اسرع يعني وده اسرع. الاثنين دول نشيلهم في الاسامبلي. تمام. في الاسامبلي هنا نخلي ده 300 ونشيل تشيك مارك دي خالص. يعني دي نعلم عليها. يعني من دي الحاجات اللي ممكن تخلي يعني الحاجات دي نخليها كلها فاست في فيو. دي من الحاجات اللي بتحسن من ال ونعلم اوكي في الاخر البرفورمانس بتاعت السوليد. في اد دي الحاجات البلت ان في السوليد. احنا لو مش بنعمل سول يعني موشن اناليسيس، يعني مش محتاجين موشن في حاجه، فدي بنشيلها عشان يعني تبقى السوليد اخف. ونيجي في الجزء بتاع السيميوليشن، لو احنا مش بنعمل سيميوليشن دي الحاجات اللي هي البلت ان في السوليد بنشيل التشيك مارك دي. ودي لو انا مش عايز اجيب حاجه من التول بوكس او اللايبرري بتاعتي بنشيل التشيك مارك دي. وفي الاخر بنقول اوكي. في برضه حاجة احنا ممكن نكتب هنا run في ال start بتاعت ال solid، بعدين نقول له okay. يعني بنكتب الكلمة دي re reg edit يعني، ونقول له okay. ندخل طبعا لما نفتح دي بنلاقي حاجات كتير. يعني ندخل لل solid نفسه اول كده، فتحنا ال partition بتاع ال C لحد ما نوصل نلاقي السوليد وورك 2016. يعني دي في السوليد ووركس 2016 كل ده سيبك منه. هندخل في طبعا الجرافيكس، او هندخل بيرفورمانس الاول. في بيرفورمانس هندخل في جرافيكس. في الجرافيكس هندخل في انتل، دي اول واحده فيهم انتل جرافيك. دي هندخل في الجزء ده. عندك يعني الأرقام دي خلينا في آخر رقمين، هتلاقي عندك 10 أو 11، فأنت صغر الرقم دوت يعني، أو 0 10 أو 11، فممكن صغره 7 أو 8 ونقول له أوكي. المفروض يبقى أسرع يعني في الشغل. طيب نيجي في الجزء التاني، لو أنا عايز أجيب حاجة من اللايبراري نعلم على تشيك مارك هنا يمين وشمال ونقول له أوكي. المفروض لما هتظهر عندي الحاجات الموجوده في اللايبراري بيلت ان كلها ممكن نجيبها. طبعا ندخل في التول بوكس، في عندي انشي انش، في انسي ماتريك. لو هنجيب بولت مثلا عندنا يعني في انواع بولتس كتير زي السيسكرو بولت اللي بتثبت بيها حاجه، الهكس هات دي مثلا. لو فتحنا طبعا هنلاقي في حاجات كتير. لو احنا قلنا ده مثلا ونقول له كرييت بارت منه، دي من الحاجات اللي احنا ممكن نجيبها. طبعا هنلاقي فوق نوتس، وهنلاقي في باور ترانسميشن زي الجيرز. تمام. فيفتح لي باور. طبعا احنا بنختار الستاندرد بتاعتي الام بتاعي اللي هو الديامتر ام كام. تمام. ونرجع اللينس بتاعي كام، ممكن نغير فيه اللينس والثريد لينس، هل عايزه بطول المسمار ولا جزء منه. طبعا هنا احنا بنختار سكيماتيك عشان يوضح لي شكل الشيب بتاع الايه الالوز بتاعتي اهو خلاص. انما لو انا قلت له مثلا سمبليفايد يعني هيلغي، يعني ده بيبقى عشان حاجه تبقى اخف السوليد الالوز. تمام. فاحنا بعد ما نخلص الحاجات دي طبعا بنعمل اوكي من هنا، هيفتح لي فايل جديد. طيب عشان الوقت نلغي طبعا دي الستبس اللي هو عملها عشان يعمل المسمار يعني
ففي انواع كتير من البولس يعني على حسب الشكل اللي عندك، بس احنا هنختار يعني هنختار من اللايبراري لو عندي حاجه ايه ستاندرد موجوده يعني. فده نوع تاني، مثلا هتلاقي طبعا ليه سبيسيفيكيشن تانية، هتختار بالام كام، شوف الام بتاعتك والوشر. في حاجتين في الفينش على فكره، في وشر فيس وفي تشامفر، احنا بنستخدم التشامفر يعني. الثريد لينث نفس الكلام، وفي الاخر اقول له علم على العلامه الخضراء دي. يعني في هنا فوق عندنا النوتس، لو احنا هنختار تمام في نختار دي ونعلم نقول له create، واحنا عملناها قبل كده في كذا بارت يعني. وبعدين نحدد ال dimensions بتاعت النوت اللي عندي. يعني دي الحاجات اللي احنا محتاجينها. ووشرز كمان، لو انا عايز ووشر اقول له اختار نوع الووشر اللي عندي، واقول له كليك يمين وكرييت بارت عشان يقدر يجيبه يعني. عندنا في تول بوكس تانية، احنا طبعا شرحنا قبل كده الباور ترانسميشن اللي هي الجيرز يعني بالتفصيل. خلاص دي في عندنا او رينج بقى، الحاجات دي هنحتاجها بعدين لو احنا احتاجنا اي حاجة منها. نوتس خلاص، الاو رينج الحاجات دي يعني قدام ممكن نحتاج الحاجات دي، البيرنج وانواعها المختلفة يعني. لو انا عايز رول بيرنج على حسب بقى الانواع او نوع البيرنج اللي عندي، واقول له اوكي. اتمنى يعني يكون الجزء ده واضح. وبالتوفيق.